قدرت. النجم محمد فهيم احسن ممثل في رمضان 2017 عن دور سيد قطب، برحب بيك معانا. اهلا بيك وبشكركم جدا. النهارده واحنا في العرض الخاص لفيلم سمكه وصناره، بتقول ايه لابطال الفيلم النهارده وتبارك لهم؟ بقول لهم انتم ممثلين شاطرين جدا، وحقكم ان انتم تعملوا بطوله فيلم، وكلكم تتحملوا مسؤوليه فيلم جديد تعملوه، وكلكم بتحبوا تجربوا، والتجربه عن وعي بتبقى نتيجتها اكيد نجاح كبير ان شاء الله. وانا بتوقع نجاح كبير باذن الله الفيلم سمكه وصناره، واتوقع كمان ان هو فيلم كوميدي مميز من التريلر اللي انا شفته، بيقولوا ان فيلم كوميدي كبير يعني ان شاء الله. فين جديدك في السينما الفتره الجايه؟ لا ان شاء الله خليها مفاجاه باذن الله، زي ما انتم اتفاجئتوا كده ان فهيم بيعمل سيد قطب، ان شاء الله باذن الله في مفاجات حلوه باذن الله، سواء في السينما او المسرح باذن الله، حاجه مهمه باذن الله. الناس اللي ما شافتش الجماعه الجزء الثاني، كلمنا شويه عن المسلسل ودورك كان فيه ايه؟ لا اقول لهم يشوفوه. اكيد لازم يشوفوه، انا بقول لهم كمان. لا اقول لهم يشوفوه، مش هكلمهم عن حاجه، اقول لهم يتفرجوا عشان باذن الله متعه كبيره باذن الله. سيد قطب لما اتعرضت عليك مؤلف كبير زي وحيد حامد، لما عرض عليك شخصيه كبيره زي ديت، ما خفتش ان انت تشيل شخصيه بالحجم دوت ممكن توصل صوره عكسيه ليه او صوره سلبيه ايجابيه ليه، فالناس تحبه او تكرهه؟ لا ما خفتش خالص، بالعكس انا كنت مستمتع جدا وانا بقدم الشخصيه، وكنت بقدمها بحياديه شديده جدا، وقدمتها للجمهور، اللي عايز يحبه يحبه واللي عايز يكرهه يكرهه، مش قضيتي. انا قدمت للناس شخصيه حقيقيه، حضرت لها بكل حيادية وأمانة شديدة جدا جدا، ويمكن لو الناس تابعت الحوارات الصحفية أو اللقاءات اللي عملتها في البرامج هيعرفوا أنا حضرت إزاي وإزاي كنت حيادي في التناول. يعني التجسيد الكامل للشخصية بالحركة بالكحة بالمرض بالكلام باللغة العربية الفصحى اللي انت قلت في الحوار بالعربي، هل دوت تم التدريب عليه بشكل أو بآخر؟ هل كان في معاك مراجع للغة العربية؟ هل يعني احكي لنا التفاصيل الداخليه اللي ورا الكواليس الناس ما تعرفهاش؟ لا هي طبعا المعايشه للشخصيه دي، لان انا بعمل شخصيه حقيقيه فمش هينفع امثلها، وخصوصا انها شخصيه صعبه جدا ومثيره للجدل، يعني مش على مستوى الدراما بس، ده على مستوى العالم، هي من اكثر الشخصيات جدلا في القرن العشرين، والكتب بتاعتها مترجمه وموجوده في العالم كله. فلما اقدم شخصيه زي دي لازم اكون حريص جدا وامين جدا في التناول بتاعها والتحضير بتاعها. أنا عملت معايشة تقريبا شهرين قبل التصوير بقراية كتب، بكتب هو شخصيا، يعني أنا ما قريتش عنه عشان لأن يا إما ناس هتكتب معاه يا إما ناس هتكتب ضده، فليه أعمل كده؟ أنا رميت كل الآراء اللي بتتكلم عن سيد قطب ورحت له هو شخصيا بكتبه، هو أفضل واحد يتكلم عن نفسه، قريت له مجموعة مهمة جدا، يمكن المتابعين لسيد قطب عارفين يعني إيه كتاب معلم في الطريق، وكتاب التصوير الفني في القرآن، ورواية أشواك، وكتاب أفراح الروح، وديوان اشعار سيد قطب، وجزء وقريت جزء من فزرال القران، هم عارفين ان الكتاب ده كبير جدا، 6 اجزاء ما ينفعش يخلص على طول. وبعدين قريت قصه حياه ابن، من الناس اللي هو تاثر بيهم، قريت قصه حياه ابن تيميه لعبد الرحمن الشرقاوي، وقريت للعقاد لان هو من تلامذه العقاد في الادب والبلاغه، وده كان باين قوي في الكتابات بتاعته. وبعدين شفت دروس لاقرب ناس اتاثرت بسيد قطب وهو اخوه محمد قطب، شفت الدروس بتاعته موجوده على اليوتيوب. وفي النهايه بعد ما كونت انا شخصيه سيد قطب وذكرتها كمان صحيا، عرفت ان هو مريض صدر، وانا سببت لنفسي تداعيات مرض حساسيه صدر، وكمان بحب انا اذاكر بادي لانجوج ولازم اذاكر الشخصيه كلها، فشفت فيديو ليه وهو رايح المحاكمه وطبقتها بالصور بتاعته، فعرفت ان رقبته طول الوقت ممدوده كده ومشيته والحاجات، كل ده تحضير شهرين، وفي النهايه قريت سيناريو الاستاذ وحيد حامد. قدرت اقوى موقع فني.